Le consentement, le muwafaqa, c'est une notion extrêmement importante. C'est le fait d'accepter, d'être en accord avec une action, dire oui pleinement et complètement. عندنا واحد القاعدة هنايا في المغرب، كنبزو على الأطفال ديالنا يديروا بيزو، بوس خالتك بوس جداتك بوس هذا، ومنين ما كيبغيوش هما يديروا بيزو كنبزو عليهم. وتبزز على شي طفل أنه يبوس، هو تقول له انديريكتومون بأن الموافقة ديالو ماشي مهمة. ومن بعد في حياته تخيل شنو يقدر يطرى ليه إلا كانت في راسو ليدي كو هاد المفهوم ماشي مهم. باش الجنس ديالنا والعلاقات الجنسية تكون سليمة، خصنا ندخلوا في راسنا أن هاد المفهوم أن الموافقة أكثر من مهمة، ضرورية. علاقة جنسية بلا موافقة هي اغتصاب. الناس كيبغيو يقولوا اللي ما كيقولش لا كيوافق. لا حبيبة، إلا قلتي آه، إلا قلتي بغيت هي وافقتي.